الدرس ده مهم لأي حد سطب بلندر ومش عارف يتعامل معاه ازاي، او اي حد ناوي يدخل مجال ال 3D. اولا الايديت، من ايديت بريفرنس بنفعل تو اوبشنز. الخط ممكن نزود الخط من الريزولوشن سكيل 1 بوينت، هو بيكون طبيعي بيكون 1 على حسب مقاس الشاشه، ممكن نخليه 1.3. ثانيا بذهب الى انبوت بفعل ايميليت 3 دي بوتون ماوس وايميليت نمباد لو الكيبورد ما فيهاش نمباد، او بنستعمل لابتوب وما فيهوش النمباد. انا عندي الكيبورد فيها النمباد اللي على اليمين، فمش هحتاج ان انا افعل ايميليت نمباد، لكن لو اللابتوب اللي بنستخدمه ما فيهوش نمباد فبنفعل ايميليت نمباد. بعد كده بعمل سيف بريفرنس واقفل الشاشه. طيب اولا الان بيظهر القائمه اللي على اليمين، كل حاجة أنا بضغط عليها على الكيبورد بتظهر هنا باللون الأخضر. التي بتظهر التول شيلف اللي على اليسار. التعامل مع الانترفيس سهل جدا. اللي اوت بيكون فيها التايم لاين اللي هو عدد الفريمز، هكذا بنستعمله في الانيميشن. هنا اسمه الاوت لاينر، ده اسمه البروبرتيس، ده اسمه الشاشة ديت المستحوذة على معظم الانترفيس، اسمها 3D وورلد او 3D سين. انا ممكن اخفي اي شاشة هكذا، او ممكن اضغط على اي تاب واروح للتاب اللي انا محتاج اشتغل عليها، او من هنا اضغط على اد ورك سبيس واضيف الورك سبيس وليكن فيديو ايتنج، هلاقيها هنا ظهرت على اليمين في الاخر على اليمين. اضيف وليكن ريندرينج او شيدنج موجودة، خلينا نضغط على ريندرينج فبيكون بيظهر لي الريندرينج تاب هكذا. طيب انا هشتغل في الموديلنج. طيب عشان نضيف اي بلين او اي اوبجكت بنستعمل دايما المش والكيرف. هضيف وليكن كيوب كده، ضفت كيوب. الاختصار الاضافه من اد مش، واختار الاوبجكت اللي انا محتاج اضيفه، او اضغط شيفت اي وبيظهر لي القائمه. اذا اول اختصار شيفت اي بيضيف اوبجكت سواء مش او كيرف او كاميرا او لايت ايا كان هذا الاوبجكت. تمام، اذا شيفت اي بيضيف قائمه اد. طيب اول حاجه هنعرفها النهارده هي عباره عن النافيجيشن، ازاي نتحرك في السين. اي برنامج 3 دي فيه ثلاث اوامر مهمين جدا، اللي بيختلف من البرنامج للتاني هو الشورت كاتس، لكن الانتراكشن او الاوامر ثابته في اي برنامج 3 دي. هما ثلاث اوامر، الروتيت والبان والزوم. الروتيت بتحرك حول الاوبجكت، البان بتحرك يمينا ويسارا، ده الروتيت، وبعد كده زوم ان والزوم اوت. طيب مبدئيا انا ممكن ما استخدمش شورت كات وافعل من هنا البان بتحرك يمينا ويسارا او الى اعلى واسفل. ازاي بفعل البان؟ بضغط بس كده ليفت كليك وبسحب بالماوس لفوق ولتحت ويمين ويسار. الزوم بضغط برضو ليفت كليك بسحب بالماوس لاعلى او الاسفل. الروتيت ما بختارش اي، ما بضغطش على اي نقطه من الثلاث نقط، ولكن بختار بس بين نقط وبعضها هنا كده وبلف الجنب هكذا، ده كده اسمه الروتيت. انا مش مضطر اعمل الحركات ديت، في شورت كاتس بتسهل عليا الموضوع. طيب الشورت كاتس اولا الت وليفت كليك روتيت، البان الت وشيفت، البان الت وشيفت مع ليفت كليك، الت ليفت كليك مع الكنترول زوم ان وزوم اوت، يبقى الت كنترول و ليفت كليك. يبقى اذا تاني النافيجيشن، البان عن طريق الاول، الروتيت عن طريق الت وليفت كليك، روتيت الت وليفت كليك، روتيت حول الاوبجكت او روتيت في المشهد، الت وشيفت وليفت كليك بان يمين ويسارا اعلى والاسفل، الت كنترول زوم، او ممكن من السكرول ويل لو الماوس فيه سكرول ويل ممكن نعمل زوم ان وزوم اوت. طيب مبدئيا شيفت بي بيعمل زوم على اوبجكت معين، شيفت بي زوم ويندو، شيفت بي تاني زوم على ويندو هكذا. طيب
في نقطة، لو احنا عندنا نمباد 4 و6 بيعمل روتيت أعلى والأسفل أو يمين يسارا، 2 و8 روتيت هكذا، يعني ده 2 ده 8 ده 2 ده 4 ده 6. طيب كده عرفنا النافيجيشن. ثانيا الموف. طيب التي بيظهر لي القائمة ديت. أنا الأول الاختيار، هتكلم عن السليكشن بعدين، لكن خلينا نتكلم عن الموف. لو سحبت كده، في عندي 3 أكسات في الفراغ، اللون الريد ده اللي هو الإكس أكسس، الواي الجرين أكسس، البلو هو الزد أكسس. لو شديت الأرو كده في الإكس أكسس هيحركهولي، هيحرك الأوبجكت ده أو اللي هو الكيوب المكعب في الإكس أكسس، كده بيتحرك في الواي، كده بيتحرك في الزد، ممكن يتحرك في البلين هكذا. طيب انا اتخيل عندي الاوبجكت ده اللي هو الكيوب، انا عايز احركه في الاكس اكسس وليكن 2 متر، فالموضوع هيكون صعب شوية. فعشان كده في بعض الاختصارات اللي بنعرفها، الجي هو الموف اختصار الجراب، جي في الاكس 2 متر، جي في الزد 2 متر، جي في الواي 3 متر. تاني جي، فبيقول لي انت هتحرك الاوبجكت ده المكعب في الاكس ولا في الواي والزد، انا اختار وليكن في الواي، هتحركه قد ايه؟ نحركه وليكن 3 متر. طيب انا عايز احرك الاوبجكت او الكيوب في الزد اكسس، ف جي موف زد، تاني شيء زد، ثالثا هتحرك قيمة قد ايه؟ ولكن هحركه في الاتجاه المعاكس ماينس 5، يعني هتحرك 5 متر في اتجاه النيجاتيف. ممتاز جدا، ده كان عبارة عن الموف. في نقطة تانية اللي هي روتيت. روتيت ممكن طبعا يتحرك في الاكس او في الواي او في الزد. هنا بيتحرك بدرجات من 0 ل 360. انا ممكن ارجع الكيوب، احرك اعمل روتيشن حول الاكس، ف وليكن غير بس تفصيل، مش مشكلة غير تفصيل ازاي، ولكن انا عايز احرك الكيوب ده حول الاكس اكس 45 درجة، فهضغط ار في روتيشن اكس 54، اتحرك او عملنا له دوران حول الاكس اكس 45 درجة. ممكن ار واي 90 درجة، ار زد وليكن 100 درجة، ار زد 90 درجة، هكذا. ده كده كان الروتيشن. بعد ذلك هضيف انا كده سلندر، يعني كان تفاصيلها و سكيل. ممكن اضغط على اس اكس وليكن 2 تايم، او اس واي 2 تايم، او ممكن اس في الزد 0.4. طيب الجميل في السكيل ان ممكن اختار السايز يكون في بلين، يعني السكيل يكون في بلين، سواء الاكس واي اللي هو الازرق، او الاكس زد اللي هو الاخضر، او الواي زد اللي هو الاحمر. طيب انا لو ضغط اس شيفت زي هيتحرك كده في الاكس والواي، هنشوف الموضوع ده في التوب فيو افضل. اس شيفت زي وهكذا وليكن 2 تايم، اس اكس 1.2، اس شيفت زي 3 تايم. طيب خلينا نتحدث عن الفيوز. ال 1 فور فرونت، 7 فور توب، 3 فور رايت. الموضوع كالتالي، انا لو عندي كيوب فالجزء ده هيكون اسمه الفرونت. انا ببص كده الفرونت، الجزء ده هيكون اسمه الرايت من فوق كده، وانا ببص الجزء ده هيكون اسمه التوب. الاختصارات ممكن الاقيها هنا، فيو بوينت، كاميرا، توب، بوتوم، فرونت، باك، ليفت، رايت. بمعنى ان 1 فور فرونت، كنترول 1 فور باك، 3 فور رايت، كنترول 3 فور ليفت، 7 فور توب، كنترول 7 فور بوتوم. اذا لما اضيف 1 3 7 فور فيوز جنبها كنترول، بضيف كنترول، اذا بروح الاتجاه المعاكس اللي هو الاتجاه المقابل للفرونت.
بعد ذلك عندنا selections. بمعنى أنا عندي تورس بهذا الشكل، فاختار اختار عن طريق ليفت كليك، ازود الاختيار عن طريق شيفت، هكذا الغي الاختيار عن طريق شيفت مرة اخرى، البي بوردر سيلكت او ليفت كليك، هكذا. انا المفترض اكون في سيلكت وهكذا ليفت كليك. طيب اذا بي فور بوردر سيلكت، الت اي نون بيلغي الاختيار لاي اوبجكت. الممتاز في الموضوع ان لو انا مختار اوبجكت هكذا بضغط على انفيرت كنترول اي بيختار كل الاشياء ما عدا هذا الاوبجكت، او سيلكت نون فور الغاء الاختيار. السي ساعات بنحتاجها، اختار بالسيركل هكذا او الاختيار بالشيفت. ده كده كان نظرة عامة عن او مقدمة عن النافيجيشن في بلندر واهم الادوات اللي بنستخدمها في بلندر. الدرس القادم باذن الله هتحدث عن الايديت مود، وهتحدث عن الدوبليكيت، بعض الاشياء اللي بنستخدمها في الاوبجكت زي الميرور وزي الجوين وزي الدوبليكيت. اتمنى ان هذا الدرس مفيد، والى اللقاء في الدرس القادم.